المسألة الأخيرة أختم بها حديثي في درس اليوم تماما، وهو قضية أن هذا المطر كما أنه يجوز الجمع للصلاة فيه، فإنه يجوز للرجل التخلف عن الجماعة لأجله، أي لأجل المطر. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك أنه لما كان في ليلة باردة في حديث ابن عمر وفي وحل في حديث ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن فيقول صلوا في رحالكم. هذه مسألة أريد أن نعرفها، وهي متى يجوز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل المطر وغيره. تخلف عن صلاة الجماعة ليس لأجل مطلق المطر، ليس كل مطر يجوز التخلف عن الجماعة لأجله، وإنما المطر الذي يتأذى به الشخص. فإذا كان يتأذى من مطر أو يتأذى من وحل أو يتأذى من جليد كالبرد أو الثلج ونحوه، فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لأجل ذلك، لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. ويزاد على ذلك فيما إذا كان هناك ريح باردة في ليلة مظلمة. إذن إذا وجد قيدان، أن الليلة باردة وأن الريح في ليل أنها ريح وفي ليل مظلم، القيد الأول أن تكون في ليل مظلم والقيد الثاني أن تكون الريح باردة، فإنه يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لأن الريح الباردة في الليل فيها مشقة وهي مظنة المطر، وأما ولا يلزم أن تكون شديدة وقوية، بل يكتفى بالوصفين التي ذكرتها لك قبل قليل، فلا يجمع لها، وإنما فقط يصلى يترك يجوز ترك الصلاة لأجلها.